موضوعنا اليوم في الكتاب احنا في سكشن 6.6 اللي عنوانه Special Types of Matrices. نوع انواع مميزه من المصفوفات، تمام؟ اول نوع مميز اسمه diagonally dominant matrices. diagonally dominant matrices تمام. هلا diagonally dominant، diagonally يعني اللي على القطر، dominant طاغي يعني الاكبر. فالديagonally dominant matrices يعني هم المصفوفات اللي بيكون فيهم الدياجونال بيطغى على العناصر الاخرى. خلينا ناخذ انا وياكم يا جماعه مصفوفه A N by N، مصفوفه مربعه نعطيها اسماء عناصر A11 A12 إلى A1N. بعدين عندي هنا A21 A22 تمام. بعدين عندي A23 لحد A2N، ونظلنا نازلين لحد AN1. بعدين هون عندي على القطر جاي يمين ANN. من هاي مصفوفة N by N. طيب شو يعني تكون إنها هاي تكون مصفوفة diagonally dominant؟ يعني العناصر اللي على القطر شو مالهم أكبر من العناصر اللي بيكونوا في نفس الصف. dominant يعني ايش؟ طاغي. كل عنصر على الدياجونال بيكون ايش؟ عنصر بيطغى على العناصر اللي بيكونوا في صفه. فمعنى يا جماعه انه A diagonally dominant، A diagonally dominant تمام. F كيف شو اسماء العناصر اللي بيكونوا على القطر؟ ANN دكتور. AII صح، لانه الان مستخدمينها لاكبر لعد للمصفوفه صح، الدايمنشن تاعها AII يعني A11 A22 A3 اذا AII. بس لاني الان حاجزينها لمين؟ للدايمنشن، مصفوفه ان بان فبدناش نخلي. اذا العنصر اللي على القطر شو شكله؟ اي اي اي. هذا بدي اياه اكبر من ايش؟ من أكبر. مجموع أكبر العناصر من. مجموع العناصر اللي بيكونوا على الصف. طبعا تذكروا احنا بالرياضيات مرات لما بدنا نعطي الشيء حجمه نستخدم المطلق صح؟ ما تهمنيش الاشاره. اذا بدي مطلق هذا يكون اكبر من كل مطلق مجموع مطلق العناصر اللي على نفس الصف. فمثلا بدي مطلق ال A22 يكون اكبر من مطلق ال A21 زائد مطلق ال A23 زائد لحد مطلق ال A2N. فلاحظوا معي مين اللي بيتغير عندي؟ ال I ثابته بس بتتغير ال J 1 2 3 4 لحد ال N. فاذا بدي امشي على صف بغير مين؟ عداد العمدان. يعني اذا بدي اثبت الصف واغير العمدان. فإذا هذا الشيء بدي اياه اكبر او يساوي مجموع مطلق العناصر اللي بكونوا في نفس الصف، عشان اضمن اني في نفس الصف بثبت الاي. طب كيف بدي امشي على الصف نفسه؟ بغير العمدان بمشي في الصف. طيب العمدان بيتغيروا معي منين لوين؟ من واحد الى ان، ما هي مصفوفه مربعه ان في ان، إذا من واحد لأن.
هلا بيظل عندي وانا ماشي على الصف كامل راح يمر على القطر كمان. طب انا ما بدي اذا بستثني مين القطر، اذا بحيث الجي لا تساوي مين الاي عشان ايش ما امشي على 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 العدد نفسه اللي بيكون على القطر، لاني لو القطر كان كنت حاسبه بمع العناصر كلها اللي على الصف نفسه هاي المتباينه مستحيل تتحقق. اذا زي كاني بمسك العنصر هذا مثلا A11 باخذ مطلقه وباخذ مطلق كل العناصر اللي في نفس صفه بجمعهم، اذا مجموعهم اقل من العنصر اللي على القطر بكمل على البقيات. اذا هذا الحكي بدنا اياه لعنصر من عناصر القطر ولا كل عناصر القطر؟ لكل عناصر القطر. اذا هذا بدي اياه لكل اي تتحرك معي من واحد الى ان، لكل عناصر القطر. اذا هاي معنى دياجونالي دوميننت. طيب لنفرض بانه حدث بانه على القطر اكبر بدون مساواه فيهم كلهم، حدثت هاي المتباينه بس بدون مساواه، ما حدث مساواه. اذا ما حدث مساواه نهائيا بصير اسمها strictly diagonally dominant. بالرياضيات لما نقول strict inequality متباينه ما فيها مساواه، عشان هيك شو بقولوا strictly. اذا A is strictly يعني ما في مساواة، strictly diagonally dominant F نفس اللي مكتوب هون بس بدون مساواة. بدون مساواة أكبر من مجموع من J تساوي واحد لحد الآن، J لا تساوي I مطلق A I J. لاحظوا هون بدون مساواة، فهي الفرق بين diagonally dominant وإيش strictly diagonally dominant. خليني والله أعدل هاي الجملة هون. A is diagonally dominant لازم أحكي A is diagonally dominant. تمام، خلينا نشوف أنا وياكم مثال. بس قبل ما أكمل خلينا نكتب هون أنا وياكم ملاحظة كمان، أو نكتبها كثيورم ممكن هون ثيورم واحد خلينا نسميها. يا جماعة إذا المصفوفة كانت strictly diagonally dominant، مش diagonally dominant، strictly diagonally dominant بتكون invertible، بتكون non-singular. okay. إذن if A is strictly diagonally dominant then it is non-singular. yeah then it is non-singular. اذا strictly diagonal dominant شو بيعطيني؟ non-singular. شو يعني non-singular؟ في لها مكافئات كثير. النون سنجولار تكافئ انه لها انفرس، تكافئ انه محددتها لا تساوي صفر، لا تساوي صفر، تكافئ كثير اشياء. تمام، اذا النون سنجولار تكافئ كثير اشياء، منها انها انفرتبل لها انفرس، ومنها كمان تكافئ انه الديترمينانت لا يساوي صفر. عفوا كيف تكتب determinant للمصفوفة A لا يساوي صفر، وفي ظل بجوز كمان 10 أو بجوز تقريبا 10 مكافئات لها، فبديش أحكي عن كل الشغلات المتكافئة.
بس يعني خلينا نقول احدى الميزات تعيت المصفوفة انها تكون strictly diagonally dominant انها invertible انها non singular. الا non singular كمان يكافئ لما تكون المصفوفة مربعة بانه الزيرو is the only element in the null space. يعني لو واحد بده يحل ax تساوي صفر تمام الاشي الوحيد اللي بحققها فقط مين الزيرو فيكتور. كمان هذا اشي مكافئ لل لل للنون سينجولار. او انك تيجي تقول المعادله ax تساوي y لها حل وحيد كمان هاي تكافئ انه الاي نون سينجولار. ففي عده مكافئات تمام راح نستخدم حسب حاجتنا مين بدنا. المهم انها نون سينجولار وهذا شو بكافئ بعدين حسب الحاجه بنحكي. نشوف مثال example. خلينا نمشي ناخذ عده مصفوفات. المصفوفه الاولى A لو اخذناها تساوي 3 1 سالب 1 سالب 2 سالب 3 2 و 1 2 4 تمام. يسألني عنها هاي المصفوفة شو وضعها؟ هل هي عفوا بوزيتيف ديفينيت أو ستريكتلي بوزيتيف ديفينيت أو ولا شيء؟ خلينا نمشي يا جماعة يلا على العنصر نركز وين؟ على العناصر على القطر هذول. ونمشي واحد واحد فيهم. مطلق العنصر اللي هون غير الخط بس خليه بالاسود. يلا مطلق الثلاث ونيجي انا وياكو على العناصر اللي في الصف نفسه. مطلق السالب اثنين زائد مطلق الواحد. قلوا لي الطرف الشمال شو ماله؟ يساوي صح؟ صحيح دكتور. اذا بقدر اكتب انه اكبر او يساوي. طب نيجي على اللي هون. مطلق السالب ثلاث شو علاقته بالعناصر اللي في نفس الصف؟ واحد واثنين. هاي مطلق الواحد زائد مطلق الاثنين كمان اكبر او يساوي. وعندي هون العنصر الاخير اللي على القطر اللي هو الاربعة مطلقه شو علاقته بالعناصر اللي بيظلوا في نفس الصف اللي هم بحالتنا سالب اثنين وواحد عفوا سالب واحد واثنين كمان على اليمين ثلاث ومطلق الأربعة أربعة. إذا بنلاحظ معنا بأنه العناصر اللي على القطر أكبر أو يساوي مجموع أو مجموع مطلق العناصر اللي في نفس الصف. هلا لاحظوا معي هل في مساواة في مكان ما هون؟ هون ما فيش مساواة. لا في مساواة آسف. هون في مساواة. أول سنتين في مساواة الأخيرة لا. الأخيرة ما فيهاش مساواة. معناته هذا بيعني لي إنه المصفوفة strictly ولا diagonally؟ diagonally. diagonally. strictly كلهم ما فيهم مش مساواة. إذا هاي المصفوفة diagonally dominant matrix. إذا diagonally dominant. طيب ناخذ المصفوفة الثانية شو كنا نسميها ب. وعناصر المصفوفة ب عبارة عن ناقص اثنين اثنين واحد واحد ثلاث اثنين واحد سالب اثنين صفر. بهاي الحالة مطلق السالب اثنين وشو علاقته بالمطلق الاثنين زائد مطلق الواحد؟ أقل دكتور أقل. إحنا بدنا إياه أكبر صح؟ نعم معناته نت نت. إذا من هون بيكفي إني أوقف وإني أجي أقول إيش إنها نت diagonally dominant. إذا هاي أقل معناته نت diagonally dominant.
طبعا لاحظوا معي انه كمان الشرط انه اكبر بيفشل عند الصفر صح؟ لاحظوا مطلق الصفر برضو اقل من مطلق الواحد زائد مطلق السالب اثنين. يعني فشلنا في مكانين هون وهون. واحدة منهم بيقدي ليش؟ لانه احنا بدنا لكل العناصر على القطر يتحقق انهم يكونوا اكبر زي هون. اكبر او يساوي. طيب لو اخذنا المصفوفة C فيها العناصر ناقص 4 2 1 1 6 2 1 ناقص 2 5 يلا نيجي على العناصر على القطر هذول ونفحص. لو جينا مطلق السالب 4 شو علاقته بمطلق الاثنين زائد مطلق الواحد؟ أقل أقل أكبر أكبر هذا أكبر من هذا إذا بنقرأ من الشمال لليمين. طيب شو علاقة مطلق الستة بهذا المجموع مطلق واحد زائد مطلق الاثنين؟ واضح عندي إنه هاي كمان أكبر وبما في مساواة حصرا يعني استريكت صح؟ وهنا أكبر من مطلق الواحد زائد مطلق السالب اثنين. فلاحظوا هون ما في مساواة نهائيا، هون كان في واحدة منهم على الأقل مساواة يعني مش أكبر فقط، أكبر أو يساوي في مكان ما، هون مساواة هون مساواة. إذا بهاي الحالة شو بنقول؟ strictly diagonally dominant. تمام. إذا المصفوفة C هل برأيكم إلها إنفرس؟ المصفوفه سي لها ليش لها انفرس؟ لانها نون سنجلر ستريكتلي لانها ايوه ليش ستريكتلي عفوا ليش نون سنجلر؟ لانه بالنظريه ستريكتلي دياجونالي سيف دياجونالي بتكون نون سنجلر نون سنجلر بتعمل 3 و 0 فيها لها انفرس بالضبط. اذا هاي المصفوفه بقدر بملء الفم اقول انها نون سنجلر إلها إنفرس محددتها مش صفر. تمام. لما المصفوفتين الأولانيات ما بعرف عنهم بجوز يكونوا سنجولار بجوز يكونوا نون سنجولار، لكن الثالثة متأكدين كوني مبين عندي إنها ستريكتلي دايجونال دومينانت. في بكثير من التطبيقات يا جماعة بالصدفة بيكون طبيعة الألغوريثم تعطيك مصفوفة دائما ستريكتلي دايجونال دومينانت، فبكون مبسوط. ليش؟ لأني بكون عارف إنها نون سنجولار. أوكي، فدائما تعامل مع مصفوفة نون سنجولار بيعطيني ايش؟ انطباع جيد حولها، على الاقل بتريحني لما اجي احل سيستم او شيء زي هيك. بس ثانية واحدة يا شباب. اوكي. طيب التوبيك اللي بعده اللي هو سيمتريك ماتريسيز. شو يعني السيمتريك ماتريسيز؟ تخيل انه بهاي اللحظه مرت علينا في الجبر الخطي على الاقل. السيمتريك ماتريسيز شو بيحققوا يا جماعه؟ دكتور الاي ترانسبوز يساوي الاي. ايوه، اذا سيمتريك ماتريسيز الاي ترانسبوز نفسها الاي. اي ترانسبوز هي نفسها الاي. على سبيل المثال لو اجينا على المصفوفه A اكزامبل هون، لو اخذنا المصفوفه A اللي عباره عن 2 سالب 1 3 سالب 1 6 0 1 0 3
لو اجي قلت لكم احسبوا لي الاي ترانسبوز بصير عندك العمود الاول 2 سالب 1 3 هيو، العمود الثاني سالب سالب 1 6 0 هيو، العمود الثالث 3 0 1 هيو. اذا هاي المصفوفه يا جماعه هي وترانسبوزها قد بعض، لان هاي سيمتريك. طب لو اجينا على المصفوفه ب اللي بتساوي 2 ناقص 1 3 سالب 1 6 4 3 0 1، خذ لي البي ترانسبوز تاعها، تطلع 2 سالب 1 3 بعدين سالب 1 6 4 بعدين 3 0 1. هل البي تساوي البي ترانسبوز؟ لا بالضبط بيختلف. اذا في حاله الاي سيمتريك، البي نوت سيمتريك. اذا هاي الاي سيمتريك، هاي المصفوفه نوت سيمتريك. مين بيعرف لي معلومة عن السيمتريك ماتريسز؟ أي معلومة بالجبر الخطي؟ مين بيعرف أي معلومة عن السيمتريك ماتريسز؟ دياجونال. لا، شو دياجونال؟ مش بالضرورة تكون المصفوفة إذا كانت سيمتريك تكون دياجونالي دوميننت، نهائيا ما لهوش دخل. طيب يا جماعة تتذكر لما كنا نحسب الايجن فاليوز الجبر الخطي، ايجن فاليوز اللمدا؟ تمام، هذول اللمدا مش كنا نجيبهم من الكاركترستيك ايكويجن، وهي الكاركترستيك اللي هي بولونوميال صح؟ تساوي بصفر. صحيح. لما تطلع كل جذور هذا البولونوميال ممكن يطلعوا كومبلكس. في منهم ممكن يطلعوا كومبلكس. ف اذا الايجن فاليوز ذا مصفوفه لا يمنع انهم يكونوا كومبلكس. لما تكون المصفوفه سيمتريك يا جماعه كل الايجن فاليوز بيكونوا ريال. اذا هيك خليها بذهنك. السيمتريك ماتريسيز الايجن فاليوز تاعونهم شو بيكونوا؟ ريال نمبرز. ايش بيكونوا يا جماعه؟ ريال نمبرز، ما بيكونوا كومبلكس، مستحيل يكون كومبلكس للسيمتريك ماتريسيز. دكتور هسه لما يكونوا كومبلكس بتكون هرميشيان صح دكتور؟ لا يعني هرميشيان هرميشيان يكافئ انها سيمتريك. هرميشيان اذا المصفوفه كانت فيها عناصر كومبلكس. تمام دكتور. بس بهذيك الحاله شو معناته الاي تساوي الكونجيجيت ترانسبوز، كونجيجيت ترانسبوز. تمام. ف بصراحه من بالرياضيات يعني لو واحد قال لك هرميشيان نان هرميشيان مين بنحب هيك؟ مين بنحس التعامل معه افضل او بيعطي ميزه اضافيه؟ الهرميشيان. كمان نفس الشيء لما تكون مصفوفه سيمتريك بيعطي ميزه اضافيه. لما تكون المصفوفه دياجونالي دوميننت او ستريكلي دياجونالي دوميننت بيعطي ميزه اضافيه للمصفوفه. اذا كل واحده من هذول الخصائص تعطي ميزه اضافيه. زي السيمتريك تعطي ميزه انه الايجن فاليوز دائما ريال مثلا. ستريكلي دياجونالي دوميننت تعطي ميزه انها دائما انفيرتبل على سبيل المثال. بس في مصفوفات لهم خصائص جيده ولكنهم ليسوا سيمتريك ولا ستريكلي دياجونالي دوميننت. اذا هاي صرنا حاكين عن نوعين من المصفوفات. النوع الثالث اللي بدي احكي عنه اسمه بوزيتيف ديفينيت ماتريسيز. بوزيتيف ديفينيت ماتريسيز بوزيتيف ديفينيت
matrices. لو جيت قلت لكم شو الدوت برودكت لمتجهين؟ بكون عدد يعني ثابت، تكون ثابت صح؟ طيب اذا اخذت اذا اخذت متجه مع نفسه وعملت له دوت مش بيطلع عدد؟ دكتور هي مجموع مثلا حاصل ضربهم يعني زي هيك، حاصل الاول مع الاول يعني انه تمام. مجموع اي اي مثلا يعني x1 تربيع زائد x2 تربيع زائد زائد xn تربيع صح؟ واللي هي مجموع مطلقهم تحت التربيع صح دكتور هيك صح؟ لو تحت الجذر لا هذاك بتحكي عن النورم، انت قاعد شوي تستعجلش. الدوت برودكت لما يكون عندك متجهين يعني بتاخذ الكومبوننتس المقابلات وبتضربهم في بعض، فاللي معامل الاي مع معامل الاي، الجي مع الجي، الكي مع الكي، بس هنا فيكتور بالان دايمنشن فبضرب الكومبوننتس المقابلات مع بعض، فx1 تربيع x2 تربيع وهكذا. اذا x ضرب x، اذا x دوت x. طب لو قلت لكم اذا الx نون زيرو فيكتور، هذا الشيء اللي هون موجب صح؟ اذا كانت الx نون زيرو، إذا كان المتجه غير صفري. إذا لاحظوا معي x dot x إذا بحالة ال x non zero بيكون عدد موجب. لاحظوا معي إنه x dot x يكافئ تماما إنك تأخذ ال x وتعمل له transpose وتضربه ضرب عادي مصفوفة بمصفوفة. لاحظوا معي إني لما أكتب x بعني فيها ايش؟ متجه هيك شكله x1 x عمود. تمام؟ الترانسبوز تاعه كيف عبارة عن عفوا؟ الترانسبوز تاعه بصير صف x1 اسف بدون ما احط فاصلة x1 x2. فلو اخذنا x ترانسبوز وضربته كمصفوفه ب x شو بتاخذ؟ الصف العمود. فخذ الصف الاول اللي هو ها فيش غيره، اضربه في العمود الاول وفيش غيره في العمود، فيش عندنا غير عمود واحد. ف x1 مع x1 x1 تربيع، x2 مع x2 x2 تربيع، لحد xn في xn xn تربيع. اذا الدوت برودكت بقدر اعبر عنه x ترانسبوز في x إذا بدي. طيب تخيلوا أجيت، إذا لاحظوا معي إنه X في X ترانسبوز في X دائما موجب لكل عدد. لاحظوا معي ما بصير تحط المساواة يا جماعة، المقارنة أكبر أو أقل دائما فقط في سياق الأعداد الحقيقية. فإذا لما أكتب أكبر ضمنيا لازم يكون الطرف الشمال واليمين أعداد حقيقية، فالطرف الشمال ليس إلا الدوت برودكت عدد حقيقي. طيب إذا هذا العدد أكبر من الصفر، عفوا هذا العدد دائما أكبر من الصفر لكل متجه نان زيرو، لكل نان زيرو فيكتور. طيب افرضوا أجا واحد هون حشر A بيناتهم مصفوفة، قال بدي أخذ X ترانسبوز A في X، هذا كمان عدد لأنه A في X متجه. دكتور الـ A شكل مصفوفة هون ولا عدد؟ لا الـ A مصفوفة. تمام. نفس الـ dimension n by n. فهذا اللي هون متجه شو ماله؟ متجه عمود بيجي. A n بـ n ضربها في فيكتور، الفيكتور عبارة عن n بواحد، فبيطلع إشي هون n بواحد. يعني إيش؟ عمود. هذا صف، اضربه بعمود بيطلع عدد. طيب هذا الاشي اللي هون العدد ممكن يكون اكبر من الصفر، ممكن يكون اقل من الصفر. اذا صدف بانه هذا الاشي اكبر من صفر دائما لكل اكس لا تساوي صفر،
بقول عن مصفوف دي اي بوزيتيف ديفينيت. اذا بوزيتيف ديفينيت تقريبا من هون اجت كلمه بوزيتيف، تمام؟ اذا بوزيتيف ديفينيت هي المصفوفه بحيث اكس ترانسبوز في اي في اكس هذا العدد يكون دائما موجب لكل اكس لا تساوي صفر. خلينا اذا نلخصها. اذا بوزيتيف ديفينيت تعريفنا اي از بوزيتيف ديفينيت. اوكي، اف في شرطين لازم تكون يتحققن. واحد انه الاي تكون سيمتريك، شو لازم تكون الاي سيمتريك؟ شو بدنا الاي تكون سيمتريك؟ تمام، هذا اول قيد. القيد الثاني انه اكس ترانسبوز في اي في اكس، لاحظوا معي بامكانك باي ترتيب تضرب، يعني تقدر تاخذ الاكس ترانسبوز تضربها في اي والناتج تضربه في اكس، او تضرب الاي في اكس بعدين تاخذ اكس ترانسبوز وتضربه في الناتج اللي هون. فبامكانك تحط قوس هون او تحط قوس هون، بس ايش بصيرش نبدل اماكنهم بهذا الترتيب اللي مكتوب. اذا هذا الاشي كعدد موجب لكل نون زيرو فيكتور، لكل اكس ك يساوي او لكل اكس لا يساوي صفر، لكل اكس لا يساوي زيرو فيكتور. طبعا بس خليها ببالك انه هون لما اكتب اكس هو عبارة عن متجه هيك شكله، عمود x1 x2 لحد ال xn، فلاحظوا معي شو الدايمنشن تاعه، n من الصفوف عمود واحد، الـ A N بN، الـ A N بN. دكتور الناتج بيطلع هنا واحد بواحد، يعني إيش سكيلر. دكتور هسا مش برضو كمان الـ A ممنوع تكون مصفوفة صفرية؟ ممنوع يعني كمان برضو، ما إذا الـ A مصفوفة صفرية هذا الشرط بتحققش، بيطلع صفر اللي هون. تمام، فلاحظوا اكبر دون مساواة. اذا A is positive definite لازم ال A symmetric، والقيد الثاني يتحقق لكل X لكل non zero vector. لما ال X تكون zero بصير الشمال قد اليمين فبصير مساواة، يعني المساواة ما بتحصل الا اذا كانت ال X تساوي صفر. عادة ال X تساوي صفر هذا الاشي بيكون اكبر من صفر، مش اقل، اكبر. شك ما نقول positive definite، في negative definite بيكون أقل، وشرط السيمتريك مهم. يعني إنه الـ A والـ A transpose إنه يكونوا قد بعض. خلينا نشوف أنا وياكم بعض الأمثلة. example show that المصفوفة A اللي بتساوي 2 ناقص 1 0 سالب 1 2 سالب 1 0 ناقص 1 2 is positive definite.
أول شيء يا جماعة المصفوفة A واضح بينها symmetric. الكل شايف بأنه الـ A والـ A transpose قد بعض. إذن أول شيء تحقق. هلأ بدي أجي على رقم 2. إذن clearly A is symmetric. يعني الـ A والـ A transpose قد بعض. هلأ F X طبعا هلا بحالتي الX شو بده يكون فيه components المصفوفة تاعتي ثلاثة بثلاث فالمتجه X شو بده يكون فيه X1 X2 X3 يعني بيكون موجود في الR ثلاث هلا FX اللي هو عبارة عن X1 X2 X3 لا يساوي صفر أخذنا متجه غير صفري ذه خلينا نشوف x ترانسبوز في a في x كعدد ونبين انه اكبر من مين من الصفر ذه يلا احسبوا معي x ترانسبوز في a في x نكتب يساوي x ترانسبوز x1 x2 x3 في A هاي الـ A 2 سالب 1 0 سالب 1 2 سالب 1 0 سالب 1 2 نضربها في X اللي هو X1 X2 X3 سوري شو رأيكم نضرب الصف في العمود في الصف في المصفوفة يلا خلينا نمسك يعني الـ X ترانسبوز في A نعملهم كبداية يلا هذا الصف في العمود شو بيعطيني 2 X1 ناقص X2 زائد 0 في X3 بعدين الصف في العمود الثاني بيعطيني سالب X1 و2 x2 وسالب x3 سالب x1 زائد 2 x2 ناقص x3 بعدين الصف في العمود الثالث هاي ما هاي صفر ناقص x2 زائد 2 x3 والله دققوا معي بعدين ناخذ الصف لا دكتور هي تطلع ثلاث أعمدة وصف واحد بس يعني هيك خلص صف العمود الأول صف العمود صفها زي الأولى دكتور أو خلص هو هيك زي ما أنا كاتبه سوري زي ما أنا كاتبه صح آه زي ما أنا كاتبه خلينا ضبطه سوري إذن هذا بدنا نرجع نضربه في المتجه العمودي أحسنتم لو X1 X2 X3 نضرب أنا وياكم نشوف شو بيساوي هذا الصف بدك تضربه هون بصير عندي وشو أكون نوزع من المرة الأقواس بصير عندي 2 X1 تربيع ناقص X1 X2 بعدين هاي في هذا بصير عندي ناقص x1 x2 سوري هذا هذا في هذا زائد 2 x2 تربيع هذا في هذا بعدين هذا في هذا اذا هذا في هذا ايوه ناقص x1 x2 بعدين زائد 2 x2 تربيع بعدين ناقص x 2 x3 بعدين هذا في هذا بيعطيني ناقص x2 x3 و2 x تكعيب 2 x3 تربيع هلا مش مبين هذا الاشي اللي هون انه موجب او سالب خلينا نحاول بالله نستخدم مهاراتنا اللي بال
بالجبهة الخطي، عفوا بال تجميع الحدود، تجميع بالعمليات الجبهية. شوفي عندي يا جماعة، عندي طبعاً X1 X2 نجمعهم مع بعضنا. خلينا نبسط خطوة، مش غلط، خلينا نبسط خطوة. 2 X1 تربيع، هاي وهاي عندي 2 منهم صح؟ خلينا نحط 2 منهم، أوبس هذول مع بعض 2 منهم، وعندي زائد 2 X2 تربيع تمام، وعندي من هون واحد ثنتين ناقص 2 X2 X3 زائد 2 X3 الكل تربيع 100% تمام وتساوي. طلعوا معي ليش راح اعمله من هون X1 تربيع زائد كمان X1 تربيع ناقص 2 X2 هاي بدي افصلها لجزئين زائد X2 تربيع تمام زائد مهمه ثنتين فبضل عندي كمان واحدة X2 تربيع من هاي ناقص 2 X2 X3 زائد هذول ثنتين X3 تربيع زائد X3 تربيع. رياضيا فيش مشكلة، بس هلا رح تشوفوا وين انتبهت. طلعوا معي يا جماعة هذا الحد، قولوا لي اللي تحته أخضر شو بيمثل رياضيا. X1 ناقص X2 كل تربيع. أبدعت. إذا وتساوي آسف وتساوي X1 تربيع زائدا X1 ناقص X2 الكل تربيع زائدا اللي هون X2 ناقص X3 الكل تربيع زائدا X3 الكل تربيع. هلأ هذا العدد اللي هون شو ماله يا جماعة؟ إذا المتجه تاعي مش صفري، يعني إذا X1 X2 X3 مش كلهم أصفار، احكوا لي عن هذا العدد شو ماله؟ موجب لأنه فيه تربيع. بوزيتيف دكتور. بس ممكن يساوي صفر صح؟ بس في البوزيتيف ديفينت بدي أبين إنه أكبر من صفر. طب متى هذا المتجه إذا طلعوا هو أكبر أو يساوي صفر؟ صح؟ متأكدين إنه أكبر أو يساوي صفر بسبب التربيع. طب ليش بيساوي صفر؟ خلينا نشوف متى هذا المتجه بيساوي صفر. X1 تربيع لازم تكون صفر، معناته X1 لازم تكون صفر، والX3 تربيع لازم تكون صفر، معناته X3 لازم تكون صفر. بس إذا X1 ساوت صفر معناته X2 بدها تكون قد X1 وبدها تكون كمان صفر، ونفس الشيء بدها تكون X3 قد X2، وبالتالي X1 X2 وX3 أصفار. إذا لو حكيت لكم هذا الإشي اللي هون متى بيساوي صفر؟ دكتور لما الـ X1 يساوي X2 يساوي X3 ويساوي صفر، يعني ويساوي صفر. يعني طب إذا بلشت بأنه X1 و X2 و X3 كمتجه مش صفري، معناته هاي الحالة مستحيل تكون عندي. إذا هذا الإشي اللي هون أكبر من الصفر طالما المتجه X تاعي نان زيرو. طيب هذا الحكي اللي هون أكبر من صفر لمتجه واحد هيك خصصته ولا متجه بشكل عام؟ الإكس أخذته بشكل عام، أي متجه غير صفري قلت. فإذا أخذنا أي متجه غير صفري طلع شو بينا؟ بأنه الإجابة أكبر من صفر، وهذا اللي مكتوب هون أنه X ترانسبوز A في X أكبر من صفر لأي متجه غير صفري. لما مش تأخذني مثال من عقلك تأخذ لي قيمة معينة للمتجه X متجه مثلا 1 5 6 وتضرب في الA وتقول لي تطلع أكبر من صفر معناته الA positive definite، لا لازم أبين إنه هذا الحكي بيتحقق إنه أكبر من صفر لكل X، وهذا الشغل اللي اشتغلناه لكل X بينا إنه الجواب أكبر من صفر. إذا المصفوفة تعيتي شو مالها؟ positive definite. إذا هذا الحكي صحيح لكل X
لا يساوي صفر. إذن A is positive definite. إذن لاحظوا بلشت بأن بينت إنها symmetric وبعدين أجيت على هذا القيد. هذا الشغل فيه أصعب، symmetric بتكون واضحة. إذن A is positive definite. السبب يا جماعة بدنا بنحب المصفوفة إنها تكون A positive definite بأنه أولاً لما تكون symmetric بيعالج فكرة بأنه الدوت برودكت على الأقل إحنا بنعرف إذا أخذنا متجهين X وعملت له دوت برودكت مع Y راح يساوي لي Y دوت X دوت برودكت. هلأ لما واحد يحط مصفوفة A هون تمام ويقلبهم بتطلع هون A تقلب أماكنهم بيطلع A ترانسبوز زي كأنه. فبدي عشان تطلع XAY نفسها YXA بطلب إن الA تكون سيمتريك. هي أحد الأسباب. طيب ليش منحب إنه تكون شو فائدة هذا الإشي اللي هون؟ طلعوا معي لو شلت الA بيطلع دوت برودكت. إذا حطيت الA بيطلع دوت برودكت جديد. إذا كيف ممكن واحد يعرف دوت برودكت جديد غير الدوت برودكت اللي بيعرفه؟ بالثري دايمنشن مين كل يوم حاب يعرف لنا دوت برودكت جديد غير اللي بيعرفه؟ الدوت برودكت المعروف بالنسبة لنا إنه x دوت y مثلاً بالثري دايمنشن x1 y1 زائد x2 y2 زائد x3 y3. هل في دوت برودكت ثاني؟ بسيطة، خذ الx شكو نعرف دوت جديد، نحط عليه شحطة أنا وياك وهيك دوت جديد، طلعوا كيف شكله x a x ترانسبوز a في y. هذا يا جماعة لما تحسبه بيطلع ثابت، هذا بيشكل دوت برودكت جديد. إذا بدك تشكل دوت برودكت جديد جيب مصفوفة A بوزيتيف ديفينيت تمام حطها هون بتشكل دوت برودكت جديد بيختلف عن هذا الدوت برودكت، إلا إنه بحقق خصائص الدوت برودكت. مثلا شو الخصائص المهمة؟ مثلا إنه X دوت x دوت y نفسها y دوت x. فبهذا الدوت برودكت الجديد لو واحد أخذ x دوت برودكت y راح يلاحظ بأنه نفسه y دوت برودكت الجديد مع x. مثلا هاي الخاصية كانت بدنا إياها في الدوت برودكت. لو واحد أجا أخذ إشي مع نفسه بيطلع الدوت برودكت أكبر من صفر. عفوا مع نفسه، وهذا فعليا اكبر او يساوي صفر. شو في خصائص للدوت برودكت بتعرفها راح تنطبق على الدوت برودكت الجديد اللي كيف معرف؟ اكس ترانسبوز اي واي. هون الدوت برودكت المألوف لنا كيف معرف؟ اكس ترانسبوز في واي. هذا الدوت برودكت اللي بنعرفه في ماده ماث 201 او في الجبر الخطي. هذا دوت برودكت اكتشفناه انا وياكم جديد بشرط انه الاي تكون بوزيتيف ديفينيت. تمام في حدا عنده سؤال؟ راح نوقف هون. المحاضره القادمه لاحظوا بانه التعامل مع البوزيتيف اثبات البوزيتيف ديفينيت نوعا ما بيغلب. كيف بدي اذا المصفوفه 5 ب 5 او 10 ب 10 انك تتاكد من هذا القيد قد يكون معقد كثير. فهل في بدائل؟ راح نشوف بدائل اخرى بتخولني اني اشوف المصفوفه اذا كانت بوزيتيف ديفينيت او لا، بس هذول راح نشوفهم في المحاضره القادمه. في حدا عنده سؤال يا شباب؟